وهاتفيا أيضا ينضم إلينا دكتور علي قطب أستاذ المناخ. دكتور علي صباح الخير. ونحن الآن في مواجهة عاصفة جديدة ناتجة عن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ككل، يعني ما الذي ربما قد تسفر عنه هذه العاصفة القادمة على البلاد؟ الحقيقة طبعا أنا بحيي الأستاذة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، فعلا أشارت إلى نقطة أساسية، وهذه النقطة أن هذه العواصف تأتي في البحر المتوسط، لم تكن أعاصير بس. الفرق بين الإعصار والعاصفة أن الأعاصير تتكون فوق المحيطات عند المناطق المدارية والاستوائية نظرا لارتفاع درجات الحرارة، بينما العواصف هي عبارة عن منخفضات جوية تتكون فوق البحار المتوسطة، وأن هذه المنخفضات الجوية بيكون تأثيرها قوي عندما تكون لها في عمود الهواء في طبقات الجو العليا منخفض جوي آخر، وبالتالي هذه المنخفضات بتقوى في البحر. ليه؟ لأن تعرف حضرتك أن البحار بتمثل ثلثين سطح الكرة الأرضية ماء وثلث يابس، وبالتالي الطاقة الشمسية المكتسبة في البحار هي ثلثين الطاقة الشمسية المكتسبة على سطح الكرة الأرضية. طب حضرتك قلت أن الإعصار يتكون على المحيطات والبحار الأوسع من البحار الأخرى، وأن العاصفة تتكون على شواطئ أو على المناطق الساحلية أقل في الحجم. نعم، هل طبيعة الإعصار تختلف عن طبيعة العاصفة؟ طبعا طبعا، ما احنا لسه بنقول إيه هي قوة. القوة في الإعصار كبيرة جدا جدا جدا، والقوة في العاصفة أقل من الإعصار بكثير، ولذلك الرياح المصاحبة للعاصفة أعلى رياح قد تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، بينما الأعاصير أقل إعصار أن تكون سرعة الرياح المصاحبة لي 130 كيلومتر في الساعة، وأعلى قوة للإعصار عندما يكون في التصنيف الخامس تصل إلى 350 كيلومتر في الساعة. تخيلي سرعة رياح حضرتك يا أستاذ زرين بتمشي بسرعة 350 ل 500 كيلومتر في الساعة، سرعة رهيبة جدا جدا جدا. هذه نقطة. النقطة الثانية أن قيم الضغط الجوي للمنخفض الجوي في الإعصار تقل عن 1000 ملي بار، قد تكون 998 ملي بار أو 900 ملي بار. هذه قوة قوية جدا تدفع بالهواء الساخن الصاعد لطبقات الجو العليا بقوة كبيرة، وتبخر كميات كبيرة من بخار سطح الماء. نعم. بينما في العاصفة فهي كميات قليلة لأن قيم الضغط الجوي لم تصل لهذه القيم المنخفضة جدا، وبالتالي الطاقة الموجودة في العاصفة أقل بكثير من الطاقة الموجودة في الإعصار. إذن هي طيب عاصفة. ضعنا في طبيعة العاصفة القادمة، العاصفة دانيال. العاصفة داليا هي عاصفة بدأت قوية جدا 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 في اليونان، وتحركت بفعل الرياح من الشمالية الغربية إلى السواحل الليبية، واكتسبت طاقة من البحر أثناء حركتها من اليونان حتى سواحل ليبيا، وتكونت بقوة شديدة جدا، وانخفضت قيم الضغط الجوي وأدت إلى سيول موجودة وكميات كبيرة من الأمطار الغزيرة من خلال السحب الركامية الرعدية في فترة زمنية قصيرة، وأدت إلى سيول وفيضانات كبيرة جدا في هذه المنطقة. وعندما تصل إلى شواطئ ليبيا ضعفت، وبالتالي تأثيرها سيكون ضعيف على جمهورية مصر العربية اليوم، ستؤثر على غرب مصر المطروح والسلوم وغرب الأسكندرية برياح متوسطة الشدة سرعتها لا تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة، وفي نفس التوقيت عندما تسقط الأمطار بعد سرعة الرياح بتكون أمطار ليست بالغزارة التي كانت على سواحل ليبيا، ولكن أقل غزارة، ولكن مع طبيعة المنطقة وتكون خليج سيرت في ليبيا سيؤدي أن تكون هذه الأمطار رعدية أحيانا ولكن لفترة زمنية قصيرة، ولم تكن بنفس كمية الأمطار وحجم الأمطار التي سقطت على ليبيا. فبالتالي احنا بنطمن كل السادة المواطنين المصريين بأنها هي أقل بكثير جدا في الشدة عما هي كانت عليه في ليبيا أو اليونان،
ثم بتضعف تماما وتؤثر على غرب الأسكندرية، والأسكندرية مساء اليوم وغدا تمتد تأثيرها إلى مناطق من القاهرة، وإن كانت أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، ولكن ما يبقى من هذه العاصفة لدينا في جمهورية مصر العربية من بعد مساء الثلاثاء والأربعاء هو انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تكون درجة الحرارة العظمى فيها على القاهرة غدا الثلاثاء 32 درجة مئوية، وتنخفض إلى 31 درجة مئوية، وبالتالي هذا طقس يكون صيفي معتدل تماما ولطيف ليلا، قد يميل البرودة في آخر الليل والساعات المبكرة من الصباح مع استمرار هذا الطقس اللطيف الجميل سائدا على شمال مصر حتى القاهرة الكبرى حتى 5 أيام قادمة إن شاء الله. نعم، هل نستطيع القول أن جمهورية مصر العربية ستشهد أجواء شبه شتوية بدءا من الغد؟ لم تكن أجواء شبه شتوية، ولكنها أجواء بتحدث عادة في مثل فصل الخريف. فصل الخريف الذي لم يبدأ جغرافيا وفلكيا بيبدأ يوم 23 سبتمبر، ولكنه قد يكون بدأ بالفعل، هو عبارة عن موجات وتغيير في مصادر الكتل الهوائية، بيكون في حالات عدم استقرار شديدة ومتوسطة وخفيفة بتؤثر على سيناء والبحر الأحمر وصعيد مصر، بينما ما يحدث في المنطقة الغربية ليس بخريف، هو منخفض جو عادي تحول إلى عاصفة ونتيجة لارتفاع درجة حرارة سطح البحر المتوسط خلال 72 ساعة الماضية أدى إلى وصوله إلى العاصفة، وهذا ما نتج عنه من أمطار في هذه المناطق، ولكن الطاقة بتضعف تدريجيا إلى أن تنتهي في شرق المتوسط. طيب، حضرتك أشرت إلى ارتفاع مستوى سطح البحر في 72 ساعة الماضية، هل قدوم هذه العاصفة سيؤثر على حركة البحر وحركة الملاحة في البحر؟ بالتأكيد البحر يتأثر بالمنخفضات الجوية، والمنخفضات الجوية هي عبارة عن منخفضات تتحرك الرياح في البحر وتؤثر بانخفاضات وفي المنطقة كالدوامات، وتؤدي إلى حدوث تيارات بحرية. هذه التيارات البحرية تكون مؤثرة عندما تكون الرياح شمالية غربية، وبالتالي البحر مضطرب في السواحل الشمالية الغربية اليوم وغدا، ويبدأ يخف حدته الأربعاء، وبالتالي نصيحة للسادة المصطافين الذين ما زالوا متواجدين في سواحل مصر، الحرص كل الحرص بعدم نزول البحر نتيجة لتحول الرياح من غربية أو من جنوبية غربية إلى شمالية غربية، هيكون بعد ظهر اليوم وغدا، بالرجاء عدم نزول البحر في هذه الأوقات اليوم وغدا حتى تنتهي مرور المنخفض الجوي الذي كان عاصفة قبل أن يكون منخفض جوي عالي. طيب دكتور علي، هل سيشهد أو ستشهد هذه الظاهرة وهذه العاصفة تعدي حركة الموج عن البحر؟ يعني هل سيحدث سيول أو ستحدث أي ظواهر قد نستطيع التحذير منها؟ يا سيدتي، السيول هي عبارة عن أمطار غزيرة تسقط فوق قمم الجبال وتتحرك باتجاه الوديان. هذا هو السيل، بيتحرك بقوة دفع كبيرة، وبالتالي عندما تسقط هذه الأمطار أيا كانت كميتها قليلة أو كثيرة، أما عندما تسقط فوق جبال البحر الأحمر أو فوق مناطق صعيد مصر تتسبب في سيول أيا كانت كميتها، وبالتالي هنا الخطورة. لكن عندما تسقط على سواحل الغربية فلا توجد هناك مناطق جبلية، ولكنها أمطار غزيرة تستوعبها هذه المنطقة، بل قد يستفيد منها عندما تكون هناك الخزانات باستقبال هذه الأمطار، وهي بتكون فرحة لأهالي مناطق مطروح وسيوة عندما تسقط هذه الأمطار لتخزينها واستخدامها فيما بعد في الزراعة والشرب. إذن هي ليست بالضارة، لأن كميات الأمطار لم تكن غزيرة بالدرجة التي سقطت على ليبيا كما أشرت. نعم. ولكنها أمطار متوسطة، ولكنها أمطار رعدية. الأمطار الرعدية هنا فيها مشكلة تحذير للسادة المواطنين، عندما تكون الأمطار رعدية عدم التعرض المباشر لهذه الأمطار، لأن بها شحنات كهربائية لا قدر الله قد تصعق أحد، فيجب أن نحتمي بأي حمى
خاصة إذا كانت منطقة مفتوحة نحتمي تحت ظل شجرة أو داخل المنزل. إذن هي أمطار عادية متوسطة قد تكون غزيرة لكنها ليست ضارة بل ربما تكون مفيدة، هذا ما أخبرنا به الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بخصوص الحالة الجوية المرتقبة خلال الأيام القادمة حتى يوم الخميس على كافة أنحاء الجمهورية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي قطب.